حصل الرئيس سعد الحريري او 86 نائبا سموا الرئيس سعد الحريري ليترأس حكومة العهد الجديد. معظم هذه الأصوات هي من الكتل الصديقة او الحليفة، فيما طبعا حزب البعث لم يسمي الرئيس سعد الحريري، وحزب السوري القومي الاجتماعي ترك الموقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان. يبقى موقف كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة.